المليونية إن شاء هيا الله. هيا 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 أحصى بغيتي تكوني تكون عندك قناة مليونية إن شاء الله. خضرة إيه قدرتي توصلي إيه إن شاء الله زعما بالقدر ديال الله بالقدرة ديال الله سبحانه وتعالى. أستاذ الطبخ أستاذ القراءة أستاذ الخرجات أستاذ كل أستاذ بوحدو. قلت سابقا أن ليلة الجمعة دائما تسجلين ما تيسر من القرآن أليس كذلك؟ نعم. الجمعة مباركة علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، الله يدخلها علينا وعليكم بصحة وسلامة وطولة العمر يا ربي آمين يا ربي آمين. الناس اللي كيشوفوك من نافذة اليوتيوب كتار كتار وتبارك الله عليهم، ما عندي من تسال عليهم واحد ينسيك في الاخر. والله الا مؤخرا تبارك الله حفصة عندك ناس تيحبوك متعلقين بك بغاو لك الخير تيدعوا معاك ما تيخليو ما يديروا من جهدهم مشاهدات كاملين زعما تبارك الله عليهم الناس اوفياء بمعنى كلمه الوفاء اوفياء. الله يحفظهم كيف ما حفظ الذكر الحكيم وكيف ما تشجعوني وتفرحوني. الله يعلم قومهم الله يعلم قومهم ويحفظهم كيف ما حفظ الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقل يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكنا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقل اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فأتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي هي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. برافو عليك حفصة، تبارك الله عليك. كما قلت سابقا أن ليلة الجمعة دائما تسجلين ما تيسر من القرآن، أليس كذلك؟ نعم. غدا إن شاء الله الجمعة، أش غتقولي للمتتبعين ديالك حفصة؟ ادعيوا معي نكون من حافظات القرآن ونكون من حاملات كتاب الله إن شاء الله. شنو غتقول لهم بعد أنتيا؟ الجمعة مباركة علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، الله يدخلها علينا وعليكم بالصحة والسلامة وطول العمر. يا ربي آمين يا ربي آمين. دازت سيمانة ما قلتي للمتتبعين ديالك حتى شي حاجة، واش غتقول لهم شي حاجة اليوم؟ دعوتكم معايا نكون من حاملات كتاب الله ونكون من حافظات القرآن. حيت هي كتشجعك بزاف في القرآن، داك الشيء عزيز عزيز عليك بزاف. تحياتي للأستاذة سعاد. وكاينين عندك متتبعين ومتتبعات في اليوتيوب. لو كنت تعرفي تقراي الكومنتير ديالهم غتحماقي. راه كاينين متتبعين ما نقدرش نقول هذا ولا هذا لأنه كتر ما بغيش نذكر الاسم ديال هذا وانسى ديال هذا، ولكن تبارك الله الناس اللي كيشوفوك من نافذة اليوتيوب كتر وتبارك الله عليهم. ما عندي ما نتسال عليهم، واحد ينسيك في الاخر. والله الا مؤخرا تبارك الله حفصة عندك ناس تيحبوك متعلقين بيك بغاو لك الخير تيدعوا معاك ما تيخليهم ما يديروا من جهدهم، مشاهدات كاملين زعما تبارك الله عليهم. الناس اوفياء بمعنى كلمه الوفاء، اوفياء متتبعات وافيات حفصة تبارك الله عليهم. تنشكرهم بزاف بزاف بزاف، لان لولا هما لا حبسات القناه ديال حفصة، لا حفصة رجعت اللور، لا حفصة تخلقات، لا حبسنا هادشي. ولكن بهم القناة ديال حفصة كتمشي لقدام. كاينين المتتبعين المتتبعات الله يجازيهم بخير. حفصة انت ما كتقراي ما تعرفيش تقراي الكومونتير، حنا كنقراو لك دابا ملي كنقراو لك الكومونتير راكي كتتفاعلي مع هذاك الكومونتير، ولكن دروك باش تستحضريهم ما تقدريش تستحضري هذوك الناس اللي متبعينك وشنو كيقولوا لك واسميتو. الله يحفظهم كيف ما حفظ الذكر الحكيم، وكيف ما تشجعوني وتفرحوني. الله يعلم قومهم، الله يعلم قومهم ويحفظهم كيف ما حفظ الذكر الحكيم. ونتمنى نتلاقى معهم في أقرب وقت ممكن.
مع من؟ مع الموتت بعنجلة. كاين الموتت بعنجلة مشتاقة ليهم. كاين الناس اللي مع الموتت بعنجلة شتا فاش تتلقى مع شي حد كيعرفها في الزنقة وكيعرفها من القناة ديالها في الشارع فسميتو عرفتي كي تتعامل معاه راه كتعانق معاه تتبقى معاه تضحك معاه سبحان الله العظيم اللي كيذكر ليها شي فيديو ديالها حفصة ما كتقدها فرحة سبحان الله العظيم. إوا هذه هي الفرحة اللي مفرحاني هذه هي الفرحة اللي مفرحاني. نسيتي حفصة بأنه الناس كاينين المتتبعين اللي كيشكروك بزاف 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 خاصة في ميدان التعليم. كاينين الناس اللي يحطوا لك دي كومونتير واعرين وانتي كتقراي تقول لك تبارك الله على حفصة كتطور من نهار على خوه. راه الناس كتشكرك على القرايه اللي كتقراي تيقول لك كاينين الناس اللي ما بيهم حتى شي اعاقه ما بيهم حتى شي زعما شي نقص وما كيقراوش بحالك وما كيفهموش بحالك لدرجه ان واحد السيده كنشكرها ونسلم عليها بزاف قالت لك كانت تدير دروس الدعم والتقويم للناس وتتشوفك انت احسن من الاكثريه منهم رغم الاعاقه ديالك. يعني راكي في الطريق الصحيح حتى في التعليم ان شاء الله غتمشي بعيد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم متتبعين ديال اللحظه وفين كان الاستاذ الكوزينه اهلا عزاز اييه الاستاذ ديال استاذ الطبخ استاذ القراءه استاذ الخرجات استاذ كل استاذ بوحدو. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير والله يجازيكم بخير الله يخلي لكم وليداتكم ان شاء الله يا ربي ويفرحكم بهم ويعفو لي على بنتي ان شاء الله ويحقق لي الامنيه ديالي في بنتي ان شاء الله تكون من حفيظه القران وتكون تتعرف تقرا ان شاء الله وتكون تهيا واعيه وتكون تهيا حسب بالله تا هي تدير شي حاجه في حياتها ما يكون عندها حتى تنقص ورغم ذلك كاينين نقصات هم ولكن اللهم لك الحمد الحمد لله الله يشافيها ان شاء الله واللي عنده شي مريض الله يشافيه ان شاء الله يا ربي ويشافي جميع المرضى المسلمين يا ربي في بقاع العالم كلهم اللي عنده شي مريض الله يشافيه والله يوقف معاه ان شاء الله يا سيدي يا ربي. وتنسلم عليكم بزاف 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 وتحيه لكم اللي تيشجع ليا بنتي حفصه من قريب او من بعيد تحيه للناس خارج المغرب وداخل المغرب الله يجازيكم بخير والله يجمع شملكم الله يخلي لكم وليداتكم الله يحفظهم كيف ما حفظ الذكر الحكيم الله يحفظهم كيف ما حفظ لسان بين السنان ان شاء الله يا سيدي ربي. وشكرا لكم بزاف 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 واخا نشكركم تنعيا ما نقدرش نرد لكم الجميل والله العظيم شكرا لولا متتبعين القناة ديال الحفصة ما غاديش تستمر وما غاديش تلحق حتى لهنا. كانت في الاول القناه ديال حفصه وكانوا الناس ما ديري شي قناه ما كل واحد يقول لك ما غادي توصل ما غادي هاك. الحمد لله كاينين الناس متبعينها الناس في المستوى الله يجازيهم بخير ونتمنى منكم المزيد طلع القناه ديال حفصه ان شاء الله تكون المليونيه ان شاء الله. هاي حفصه بغيتي تكوني تكون عندك قناة مليونية ان شاء الله قادرة قدرتي توصلي ان شاء الله زعما بالقدر ديال الله بالقدرة ديال الله سبحانه وتعالى ورضات الوالدين ديروا جيم وديروا لايك وفعلوا الاشتراك وما تنساوش شي تعاليق زوينين. شكرا لكم المتتبعين ديالي الاعزاز وها بيزو ديالكم الله يرضي عليكم رضيت عليكم حصة المتتبعين ديالها هيا ماماها